الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونتوب إليك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتب علينا واهدنا وسامحنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وطب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا توكلنا مع صلاة الوتر ودعاء يعني التهجد الجمع الكبير إمام الشيخ جعفر القردلي، ربي يتقبل إن شاء الله منه ومنكم الأعمال الصالحة، وكنشوفوا دايما الله يعني بالحسن في رمضان تونس في العيد، وربي يتقبل إن شاء الله من الناس الكل كياء. السلام عليكم ورحمة الله. هذا إمامنا أخونا جوهر، بارك الله فيك، ربي يثيبك إن شاء الله، إن شاء الله بيفتك بالصحة وبالعافية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.